السلام عليكم. المرة اللي فاتت نزلنا الويب سايت على سيرفر على الكمبيوتر نفسه، فاحنا دلوقتي هنحاول ننزله على سيرفر على النت. هنختار حاجة فري الأول، نكتب فري هوستنج اند دومين، دي تقريبا with the cPanel و PHP. get started. طبعا في اختيارات plans، احنا هنختار الاول $0 دي عشان نجرب بس في الاول، انما بعد كده ممكن يبقى premium وتاخد free domain. لو هي free كده بس ممكن الدومين هيبقى على مزاجهم، وده هيعمل لك مشكلة في الماركتينج وكده. لازم يبقى ايه دومين مدفوع اللي هو في البلان دي والبلان دي. احنا هنجرب الاول البلان الاولانية، ممكن بعد كده تعمل ابجريد مع نفسك. نعمل ساين اب. هندخل على الايميل عشان نعمل كونفيرم. اعمل لك confirmation في الايميل. هنسمي الويب سايت بتاعنا مثلا هيد ديزاين. هنعمل select upload your site. عندنا هنلاقي ملفين public. هنفتح ال public. هنعمل فولدر تاني اللي هو ايه سايت ادمين. هنكمل هنا ندوس فور سايت. هنعمل ابلود في دي.
طبعا ما نزلش ملفات، فانا هعمل كريت فولدر واحد هيتسمى سي اس اس، واحد هيتسمى فونتس و ايمجز و سي و جي اس. طبعا السي اس اس هفتحه واعمل فيه ابلود لكل الفايل اللي موجودة في السي اس اس. نرجع لل والفونس هعمل فيه ابلود لكل الفايلز الموجودة في الفونس. كده احنا نزلنا الملفات كلها في الفولدر بتاع بابليك اتش تي ام ال بنفس الترتيب، فولدر زي ده كده كورس سايت نازل بنفس الفولدرات اللي جواه، وكل فولدر جواه نفس الفايلز اللي موجودة. طبعا بياخد وقت في التنزيل، لو في ممكن ينزله بسرعة عن طريق ال FTP file transfer، ممكن نعمل عليها سيرش ونشوف ازاي بيتنقلوا كده. هم نزلوا في في السايت. طبعا عشان السايت يبتدي يشتغل معايا وابتدي اعدل في الكنترول بانل واحط صور والكلام واغير في الباراجراف وكل حاجة، بدخل على تولز، بفتح الداتابيز، بعمل كرييت لداتابيز. هنا انا عملت لها كرييت عن طريق نيو داتابيز، بكتب اسمها داتابيز عندي في الملفات اللي عندك اتش اسمها هينيو، فانا هعمل لها هكتب دي ودي وبعد كده هعمل كرييت. انا عامله لها كرييت اهي، بس هو لما عمل لها كرييت خلى اسمها كده، زود لها اي دي وشرطة والداتابيز يوزر حطه كده واللوكال هوست كذلك. اما احب افتح بقى الداتابيز عندي افتحها عشان اعمل لها امبورت من الملفات اللي موجودة عندك، بدوس عليها كده وانا عملت لها امبورت، بس هي بعد ما بدوس عليها بفتحها بقوم عاملة import import، هي دي اصلا موجودة already، بعمل import shoot file وبجيبها من ملفات البروجكت بتاعي اللي هي هينيو SQL. تمام، انا غيرت اسمها عشان بعد ما انزلها اعمل جو هلاقي الداتابيز بتاعتي نزلت. طبعا في تغييرات لازم هعملها لان الداتابيز اسمها اتغير، زي ما احنا شايفين هنا اسمها اتغير والداتابيز يوزر اتغير والداتابيز هوست اتغير. هدخل على الفايل مانجر تاني بعد ما انقل الحاجات دي، ارجع للداتابيز افتح مثلا نوت باد مثلا كده وانقل ده كله. هو المفروض يبقى كده،
يبقى انا عندي database name دي و database user دي و database host ده. هدخل على file manager من upload file هناك، افتح الملف اللي انا عامله فيه كونكت للداتابيز موجود في السايت ادمن اسمه كونكت داتابيز. هفتحه هغير بقى هنا داتابيز نيم، هكتب لوكال هوست زي ما هنا ده مكتوب لوكال هوست، يوزر نيم اهو ده، الباسورد اللي هو كان مديهالي بتاعت الداتابيز، والداتابيز نيم اهي هو مديني لما بيعمل كرييت للداتابيز. انا بعمل سيف كده، لما بيعمل كرييت للداتابيز بيكون فيها بيحدد لي هو الباسورد انا بنقلها. ممكن اعمل تشينج باسورد بعد كده، بس هو اول ما بيعملها لي كرييت بيحط لي الباسورد، فانا بنقل كل ده وبغيره في الفايل مانجر. هاجي بقى اجرب السايت بتاعي، هعرف بس السايت بتاعي سيتنجز من هنا اهو ده العنوان بتاعي، افتحه. طبعا هنا احنا موجودين في ملف كورس سايت، ده السايت الاساسي، عشان اغير بدخل سايت ادمن. عايز اغير في اسماء الملفات دي، لو عايز كورس سايت يتغير بتدخل فايل مانجر وبتغير في الملفات اي حاجة اسمها كورس سايت بتغيرها للاسم اللي انت عايز تغيره فيه. والسايت ادمن نفس الحكاية، عايز تغيره تخليه اسم تاني هتدخل الملفات كلها واي حاجة فيها سايت ادمن تغيرها للاسم اللي انت عايزه. نفتح كورس السايت اهو، تمام كده فتح عندي سايت كامل وسهل وسريع. ممكن احط فيه حاجات كتيرة جدا ويكفي. هنا احط، طيب انا ابتدي اغير فيه ازاي؟ هخش، احنا قلنا سايت ادمن، هدخل سايت ادمن، سايت ادمن عشان ابتدي اخش فيه. لو طلع لي في مشكله في السايت ادمن، مثلا قال في حاجه مش مظبوطه، وانا بدخل هنا بدخل في الفايل مانجر هيقول لي الغلط فين في السايت ادمن، في الجزء بتاع كنترول او كونتاكت او كنترول. في الهيدر هيقول مشكله في جزء الهيدر، لو قال لك ان في مشكله في جزء الهيدر هتشيل الجزء ده كله. والجزء اللي تحت ده هيتفضل لي ده بس كده وهسيبه. ده لو عمل لك مشكله ان في مشكله في الهيدر، لو مفيش مشكله خلاص عادي ما نكمل عادي. اليوزر نيم ادمن والباسورد 123 ممكن تغيرها من الداتابيز، من الداتابيز من جوه. هنبتدي مثلا في سلايدر نغير، عايزين نغير دي مثلا، دايما نختار صور نكتب هنا وعشان نجرب بس كده. طبعا كل ده يعني لو انت اخدت معايا الفيديو بتاع الماركتينج
والمحتوى، المحتوى لازم يبقى مميز جدا وتبع تخطيط للكلمات، اخطط الكلمات الاول واحط فيها المحتوى. انا بس بجرب هنا، دي اتغيرت، هشوفها في الكورس السايت. اتغيرت معايا ولا لا؟ انا ممكن معظم كل الكلمات تتغير معايا وسكيلز تتغير كام في المية. كل ده في امكانية تغييره. هنا كلام، هنا السيرفيسز بتاع الكومباني، اي كومباني طبعا باختلاف الكومبانيز هتغير. والكونتاكت، الكونتاكت هنا مثلا هنكتب اي اسم، الايميل مثلا اي حاجة، اي واي رسالة هبعتها، هيقولي مسج سند سكسسفلي. هبعتها ازاي؟ هشوفها ازاي؟ في السايت ادمن، بعد ما اعمل لوجن كونتاكت، كل ال اهي دي اخر رسالة وصلت. ممكن بقى امسح بعد كده عشان يفضي المكان. كل ده يتمسح. المهم الرسالة الجديدة بتوصل أول بأول، بحيث إن إيه اللي بيدير الموقع إيه يشوفها. هكذا كل حاجة. company information، العنوان احنا محتاجين حاجة، هو بيبقى حاجة واحدة بس. الفيسبوك لينك وتويتر لينك وجوجل بلس وريبل، لو مفيش حاجة بسيبها ما بكتبهاش. البورتفوليو بتاع الشركة والكلينت والبلوج اللي هي بتحتاج تتغير كل شوية. كل ده بتعدل عندي بالصور بالكلام بكل حاجة، بالديت بالاسم، التيم نيم اللي هو عمل الموضوع، اللي كتب الموضوع بيكتب، وهنا التيم والصور. كل ما يتغير ممكن نحط حاجات تانية وهكذا. لو في اي اسئلة ممكن تسألني في اخر الفيديو. واتمنى تكون المحتوى مفيد بالنسبة لكم.